Enjoy. طيب يلا خلينا نحل السؤال. فنرجع نشرح السؤال بشكل سريع. السؤال بيحكي لك راح أعطيك الأعداد من واحد لين، بس بدي أرجع الترتيبهم. راح أكتب أول إشي الأعداد الفردية، بعدين راح أكتب الأعداد الزوجية، وبديك تحكي لي إيش العدد اللي ترتيبه كي. تمام؟ طيب مين بلش يفكر بالسؤال؟ الناس اللي ما حلت السؤال يعني ما جابته أكسبتد، بس مين بلش يفكر بالسؤال يحكينا كي بلش يفكر فيه؟ مش جابه أكسبتد. لا ما هو هيك عشان بدي عشان طلاب يفكروا. اوكي ان على 2 ولا ان زائد 1 على 2؟ بدنا نجيب عدد الاعداد الفرديه كم راح يكونوا لانتجرز. قبل شوي حكينا ان زائد 1 على 2. تمام طيب حلو، هاي طريقة التفكير الصحيح. هسا أول شيء أنا في عندي أعداد فردية بعدين أعداد زوجية. طيب لو أنا في منطقة من يعني أنا دائما لما أجي أحكي لك الأعداد من واحد لانتجر معين، مثلا من واحد لنسميه لك أو عفوا ك لأننا بنستخدمه، من واحد لإكس، أنا عارف إنه كل هاي الأعداد فردية صح كترتيب. يعني أنا عندي العدد الأول فردي، العدد الثاني فردي، العدد الثالث فردي صح. بعدين راح يصير عندي في منطقة ما كل أعداد زوجية، راح يصير بعدين عندي العدد مثلا إكس بلس واحد عدد زوجي، إكس بلس اثنين عدد زوجي. فلو طرحت إكس رح يصير عندي عدد أول في جهة ثانية مثلاً، خلينا عشان نرسمها. فزي هيك أنا خلينا نسمي مثلاً هون هذا إكس. تمام؟ أنا بعرف إنه الأعداد من واحد لإكس رح يكونوا إيش؟ من واحد اثنين ثلاثة إكس هي ثلاثة، رح يكونوا كلهم أعداد فردية. فلو حكيت لك شو العدد الثاني رح تحكي لي ثلاثة اللي هو ثاني عدد فردي. طيب لو جيت حكيت لك بعدين من بعد الإكس راح يصير في عندي هنا اللي هي x بلس 1 x بلس 2، هاي كلياتها ايش؟ اعداد فردية زوجية. طب لو طرحت هنا x، لو هون اجيت وين اللون الاحمر؟ وات؟ اوكي خلينا نشطب. لو جيت شطبت ال x يعني طرحت x من هاي المنطقة، شو راح يصير عندي هون ترتيب؟ 1 2 3. فأنا بدي أعرف ايش ال وين العدد x اللي من عنده أنا بس بعد أعداد فردية، وبدي اعرف بعدين من وين الاعداد اللي بدي ابلش من عد من عند اعداد زوجيه. طيب هاي اول طريقه ابلش افكر فيها. طيب لو جيت حكيت لك شو ثالث عدد فردي؟ كيف بدي اعرف؟ اوكي مش هون. بشكل عام جيت حكيت لك انا بدي تحكي لي شو مثلا خامس عدد فردي، كيف بدي اعرف؟ يعني المعادله لو حكيت لك بدي مثلا الانث اود نمبر، ايش المعادله رح تكون؟ ايش هو؟ لا زائد ان ناقص 1 ضرب 2. لا ايش؟ ليش 1 زائد ان ناقص 1 ضرب 2؟ ان ناقص 1 ضرب 2 شو؟ ليش حاط الواحد في الاول؟ ايش هي بس 1 زائد ان ناقص 1 راح يلغوا بعض. ان ناقص 1 ان ناقص 1 شوي ضرب 2 اوكي فهمت عليك. اللي هو مثلا ثالث عدد فردي راح يكون 2 بثلاثة، او يعني لو نحط مثلا هون الثلاث راح يكون 5 اللي هو n ناقص 1 زائد 1. لا هي المعادله صح، اللي هو انت بدك تجيب ثاني عدد فردي. هلا بس بحكيها، بس هي برضه بتزبط هيك. يعني اللي هو انت بدك تجيب الاوردر ناقص 1 تضربه باثنين تجمع عليه 1. فمثلا شو ثالث عدد فردي؟ راح يكون 2 ب2 زائد 1 اللي هو 5. شو خامس عدد فردي؟ راح يكون 9، فراح يكون 4 ب2 زائد 1 فصحيحه. فانت تقدر عن طريق معادله تعرف كيف بدنا نرتب هاي الشغله. هسا لو انا بدي ابلش من الواحد، في اكثر من طريقه طبعا انت تعملها اثبات. لو ابسط طريقه مثلا لو نرجع نرتب الاعداد زي ما كانت، بدي اعرف شو ثاني عدد زوجي. اوكي نفس الاندكس هذا. تمام خلينا نبلش من عدد الاعداد الزوجيه. عندي اول عدد زوجي هو 2 صح؟ اول عدد زوجي 2، ف2 ضرب 1 راح يعطيني 2، ممكن تشوف فيها باترن. ثاني عدد زوجي راح يكون 4 اللي هو 2 ضرب 2. ثالث عدد زوجي راح يكون 6 اللي هو 2 ضرب 3. فانت ال2 ضرب الاندكس زي ما بعطيك العدد الزوجي في هذا الاندكس. طبعا لها اكثر من اثبات بس ما راح نتطرق له هسه، ممكن لقدام يعني ممكن في اسئله اصعب نتطرق له.
بس هي الفكرة إنك أنت بالديسكريت ماثماتكس اللي الطلاب اللي درسوا أول ما درسوها عادي، أنت لما يكون عندك عدد زوجي هو دائما راح يكون صورته 2 ضرب إشي، دائما الأعداد الزوجية على صورة 2 ضرب إشي، لأنه يعني ممكن إذا حكينا الأعداد أولين نحكيها الإشي اللي بيميز الأعداد الزوجية كأعداد صحيحة. بس شباب صوت الفوق صوته. لو إيش اللي بيميز الأعداد الزوجية إنه في عندها عدد 2 اللي هو العدد الأول 2. مين بيعرف الأعداد الأوليون؟ ما في واحد، لا الواحد مش براين. نبلش من عند 2. الإشي اللي بيميز كل الأعداد الكل الإشي اللي بيميز البراين 2 إنه هو العدد الزوجي الوحيد. فكل الأعداد أصلاً مشكلة من الأعداد الأولية. تمام؟ كل الأعداد مشكلة من أعداد أولية. إذا أنا كان في عندي بأعداد الأولية اللي بتشكلني 2 فأنا عدد زوجي، فدائماً أنا راح أكون 2 ضرب سم عدد كي. تمام؟ نفس الإشي الأعداد الفردية ما فيها 2 عشان هيك هي أعداد فردية. فأنا عشان أعرف ترتيب العدد الزوجي إذا كان عندي كي، طبعاً ببلش من عند إيش؟ ببلش اللهم صل على سيدنا محمد من عند الواحد، فأنا راح أكون عندي دائماً 2. فأنا لما أجي أطرب بالإندكس واحد بيس واحد يعني، خلينا دائماً نفكر فيها سب واحد، لما نفكر فيه بصفر بحكي لكم لقدامي. فأنا بدي ثالث عدد زوجي بس بضربه باثنين. طيب هسا إذا أنا عارف، نيجي نرجع للترتيب تبعنا. الاندكس هو ترتيب العدد نفسه، فحكينا هاي العدد زوجي هو 2. طيب أنا بدي ثاني عدد زوجي. هسا أنا عارف عند 2 كم عدد زوجي، وين راح يكون ثاني عدد فردي عفوا، وين راح يكون ثاني عدد زوجي زائد 1. فأنا إذا باجي بحكي لك بدي ثاني عدد فردي، تمام، ثاني عدد فردي راح يكون هو سواء حسب المعادلة اللي أعطاني إياها. فمثلا راح يكون عندي 2 ثاني عدد فردي، إيش المفروض يكون؟ اللي هو يا إما بنطرح من هنا 1، تمام، فهو 2 يا أوكي. ممكن نكتبها بأكثر من طريقة، خلينا نسميها الإندكس. ممكن أنت عادي تجيب 2 وتجمع عليها 1 أطرح منها 1، فهي برضو بتزبط شغلتين. يعني ممكن أجي أحكي إنه أنا بدي أجمع عليها 1 أو إنه أجيب بدي ثاني عدد فردي، خلينا نكتب عادي طريقتين. ثاني عدد فردي راح يكون يا إما إنك تضرب الاثنين باثنين، فأنت جبت تاني عدد زوجي اللي راح يكون قبلي تاني عدد فردي، تمام، ناقص 1، أو إنك أنت عادي ممكن تطرح 1 من الإندكس عشان أنا أجيب أنا هذا العدد الزوجي. فممكن أنا أجي أحكي 2 ناقص 1 ضرب 2 زائد 1، بتصل عن طريق العدد الزوجي. إنه إذا أنا كان عندي يا إما بوصل له من عند الستة، أنا عارف إنه لما باجي عند الستة هون راح يكون عندي 5 طبعاً، فيا إما باجي عند الستة وبطرح 1، أو أنا بدل ما أفهمها هي أنا مش قاعد أحاول أثبتها رياضياً، يعني هي خلينا نفكرها لها بس بشكل انتويتيف، تمام؟ فبدنا إيش المعادلة ممكن نكتبها؟ بدي مثلاً ثاني عدد زوجي عادي أضرب 2 ب2 واطرح 1، تعال عند ثاني عدد عشان يصيروا يساووا بعض، فراح يكون 2 ب2 ناقص 1. طبعا تختلف بالاندكس عشان قلت لكم احنا كنا نتعامل مع الاندكس 1. طيب عدد زوجي، وشو ثالث عدد زوجي؟ وعرفنا نفس الشيء الاعداد الفرديه. كيف صفى انا بدي اعرف ايش الجواب اللي عند الكي؟ ايش حكى لي انه انا في عندي كي؟ طيب متى بعرف انه انا في هذا الرينج ومتى بعرف انه انا في هذا الرينج؟ طيب لو انا حكيت لك انه انت في هذا الرينج والاندكس تبعك 2، راح تيجي تحكي لي 2 ب2 صح؟ عشان انا عندي ثاني عدد زوجي. طب لو حكيت لي انه انت في هذا الرينج وعند الاندكس 3، ساعتها بدي اجي اعرف انه انا هون موجود او هون موجود. كيف بدي اعرف اذا انا عند الاعداد الفرديه ولا عند الاعداد الزوجيه؟ اوكي ممتاز، بالضبط هذا الحل. طب كيف بدي اعرف انه انا مثلا موجود مباشره هون؟ بكل بساطة إيش الإشي اللي بعمله؟ بعرف عدد الأعداد الفردية اللي عندي من 1 للN. حكينا عدد الأعداد الفردية راح يكون N زائد 1
كل على اثنين طبعا الفلور عشان التوضيح. تمام، عدد الاعداد الفرديه. طب خلينا نيجي نحاول نحل هذا السؤال. نعرف كم عدد الاعداد الفرديه، راح يكون كم؟ 6 زائد 1 على 2 اللي هي 3 لانه احنا بنشيل النص، فراح يكون عندي 3 اعداد فرديه. طيب اذا منطقيا اذا انا طالب منك اندكس يكون اكبر من الثلاثه، وين راح يكون؟ راح يكون هون. هاي عندي اول 3 اندكسز راح يكونوا كلهم اعداد فرديه. طيب اي شيء اكبر من كي او اي شيء اكبر من 3 راح يكون اعداد زوجيه. فنعتبر انه هاي الاكس، خلينا نرجع نكتب الاندكسز. هاي انا عندي الكي، الكي اذا حكى لي مثلا الكي تساوي 5، تمام، هاي الكي اللي انا بدي اياها. هلا انا بعرف انه عندي 3 اعداد فرديه عن طريق المعادله اللي هي ان، كتبناها قبل شوي، ان زائد 1 على 2. طيب اذا كي اكبر من 3 اللي هي في حالتنا هون 6 زائد 1 2 اللي هي 3، وين راح يكون انا بشتغل؟ بهذا الرين، صح؟ طيب بس انا هل صحيح اجي هون احكي له بدي 5 عدد زوجي؟ لا، كم بدي اشيل؟ ايش الاعداد اللي انا عملت لها سكيب؟ عدد الاعداد الفرديه، فانا بدي اطرح من هون 3 فراح يصير عندي 2، فانا بدي ثاني عدد زوجي هو فعليا الخامس، اي 1 2 3 4 5 الخامس بالسيكونس. تمام، شو ثاني عدد زوجي؟ بس اضربه باثنين. تمام، واضحه؟ في حد عنده سؤال عليها ولا اعيدها؟ تمام. طيب هسه اتفقنا انه احنا اول شيء عرفنا كيف بدنا، تمام، ايش العدد الخامس الزوجي او عدد الخامس الفردي. خلينا نكتب المعادله. اذا عندي هون ايفن، اكتب هون الايفن راح يكون 2 بكي او 2 بان عشان يكون اوضح، او بدنا نستخدم شيء ثاني نسميه اكس، والاود ايش راح يكون؟ 2 باكس ناقص 1. تمام، شو العدد الفردي اللي في هذاك الترتيب؟ طب هسه هاي اول خطوتين عرفناهم، اول شيء الاعداد الفرديه مكتوبه، بعدين الاعداد الزوجيه. اتفقنا انه انا في جزء معين من السيكونس هاي بس بشتغل اعداد فرديه، وبالجزء الثاني بس بشتغل اعداد زوجيه. لو بدنا نحل للاعداد الفرديه، متى بعرف انه هي عندي هون 1 2 هي الترتيب تبعهم 4 5 6، متى بعرف انه انا بشتغل عند الاعداد الفرديه؟ اذا كان الاندكس اللي معطيني اياه اقل او يساوي 3 في هذا السؤال، صح؟ اذا انت اعطيتني 1 او 2 او 3 فانا كل الاعداد اللي عندي هون فرديه، فبس بستخدم هاي المعادله عشان اعرفه. طب لو اعطيتني 5 مثلا، اجيت حكيت لي بدي العدد اللي ترتيبه 5، هسا انا عديت عدد الاعداد الفرديه مثلا، انا صار عندي بدي العدد الخامس، انا صار عندي هون اكثر من الاعداد الفرديه، فما بقدر اشغل الاعداد الفرديه، فهون بدي اجيب العدد الخامس بالسيكونس اللي هو راح يكون ايش ترتيبه بين الاعداد الزوجيه؟ الثاني. ليش الثاني؟ لانه يعني راح يكون 5 اللي هو ترتيب كل الاعداد من هون ناقص هذا الجزء اللي هو فيه اعداد فرديه، كم عددهم؟ 3، فراح يعطيني 2. ايش هم العددين الموجودين عندي؟ هم 2 و4. تمام، فباجي بحكي له روح جيب لي العدد الزوجي اللي ترتيبه 2. كيف الري او عفوا من السيكونس؟ عن طريق المعادله اللي هي بتعطيني عدد الاعداد الفرديه اللي هي ان زائد 1 على 2. لو بدنا نكتب مثلا 7، طيب خلينا نحلها للسبعه مثلا. فاجى حكى لي بدي العدد مثلا الرابع. طيب كيف بدي اعرف انه الرابع العدد الرابع موجود هون ولا موجود هون؟ نفس الشيء، ان زائد 1 على 2 راح يعطيني 4، لانه 7 زائد 1 على 2 8 على 2 4. فالعدد الرابع راح يكون ايش هو؟ لساته في النص الاول، فانا ما في داعي اطرح شيء، لساتني انا في النص الاول، فراح اطبع بكل بساطه 2 ب 4 ناقص 1 راح يعطيني 7. لو اعطاني مثلا طلب مني العدد، خلينا نحكي هاي المره العدد الثامن. طب انا بعرف انه في عندي هون 4 اعداد اصلا، تمام؟ عفوا انا هون عندي 7 اعداد، انا عجبت شوي. لو اعطاني هم في عندي هون 7 اعداد، فلو طلب مني مثلا العدد السابع، خلينا نجيب الستة. لو طلب مني العدد السابع انا بعرف انه انا مش بالربع الاول، انا بس فيه مش بالنص الاول، لانه فيه بس 4 اعداد، فبدي اطرح الاربعه منه، صح؟ فراح يكون 7 ناقص 4 راح يعطيني 3. فبدي ثالث عدد في هاي بهذا النص اللي هو العدد زوجي، فراح يكون 2 ضرب 3. تمام؟ طيب. طيب نيجي نكتب السؤال، بس خلينا ننتبه لشغله. السؤال هون نيجي نطلع على الرينج، زي ما هذا اهم شيء بالسؤال. ممكن انت تكتب السؤال صح وبعدين تنتبه انه عندك مشكله بالانبوت والاوتبوت.
السؤال بيجي بحكي لك بده يعطيك انه كي منطقيا كي لازم تكون دائما اقل تساوي ان، صح؟ لو حكيت لك بدي اخر عدد بالسيكونس المفروض دائما يكون اقل او يساوي ان. لو كان اخر عدد راح يكون يساوي ان بالضبط. طيب لو حكي اجى حكى لك هون انه اكمل العدد اكمل حجم ال ان وال كي راح يكون 10 قوه 12 تمام. طيب 10 قوه 12 يعني 1000 مليار تقريبا، هذا الشيء بزبط نحطه في انتجر ولا لا؟ ما بزبط، فنستخدم هون لونج لوم. فاحنا لما نيجي نقرا الانتجر ان وكي طبعا راح يعطينا ان وبعدين كي، فننتبه هون نستخدم لونج لوم. فنيجي نقرا الانتجر الكي والان وراح يعطينا بالبدايه انه كي عفوا. طيب هلا حكينا اول شيء بدنا نعرف كم عدد الاعداد الاود، صح؟ خلينا نسميهم كم مره اود، بس هل بزبط اخزنه في انتجر؟ اصلا كتبت شيء غلط، حد سمعني. اوكي لونج لونج. طيب لو هنا بدنا نعرف عدد الاعداد الاود بايش لازم نخزنهم برضه؟ بانتجر ولا بلونج لونج؟ برضه لونج لونج، لانه 10 1000 مليار يعني اوكي مليون تقسيم 2 راح يكون 500000، يعني انت بس صرت صفر، فانت 10 قوه 12 تقسيم 2 راح يصير 10 قوه 11، بس انت ما بتقدر تخزن. فبدي هون لونج لونج عدد الاود تمام؟ بدي اخليهم يساووا ان بلس 1 الكل على 2، فانا هيك صرت اعرف كم من عدد اود عندي تمام؟ انا هون بالسؤال صرت اعرف كم من عدد اود عندي. من 4 يعني strictly أكبر مش يساوي، لأنه إذا كان يساوي بكل لساته هون، إذا كان أكبر من عدد الأودز إذا كان أكبر من عدد الأودز أنا وين بشتغل؟ في النص الثاني، لأنه أكبر من عدد الأودز. فإيش بدي أطبع؟ 2 ضرب أوكي. هس أنا بعرف إنه إيش الإندكس السبعي، خلينا نسميه لونج لونج، هس راح أمسحها راح أكتبها معادلة واحدة، بس إيش الإندكس السبعي راح يكون؟ كي ناقص الأودز، صح؟ ايش الانسر تبعي المفروض يكون؟ سي اوت 2 ضرب الاندكس ناقص 1، او عفوا هو لانه عدد زوجي راح يكون 2 ضرب الاندكس بس، تمام؟ فهي الجواب تبعي. طيب فراح اطبع انا ايش؟ 2 ضرب ان ناقص عدد الاودز بس بدون ما اطرح شيء، عفوا هون كي كي ناقص الاودز وهون راح يعطيني العدد الزوجي اللي في الترتيب هذا، تمام؟ هسا اذا هون بدي اجي هلا بدي اطبع العدد الفردي، العدد الفردي ما لازم اعدل على الكي شيء. فالعدد الفردي هون راح يكون لساته ضمن الرينج، مثلا بدي ثالث عدد في السيكونس راح يكون اقل من 4، هي لا هون الاربعه راح يكون الثلاثه هون، فبس بدي اطبع 2 ضرب 3 السي اوت 2 ضرب الكي ناقص 1 تمام؟ انزل سطر جديد. طب خلينا نيجي نعمل ران ونجرب الكود تبعنا. او بدنا نجرب مثلا ايش هو؟ يلا تمام. واصلا هون راح يطلع شوي. طيب المعادله هاي. طيب احنا حكينا انه احنا بدنا نعرف وين كي في السيكونس، صح؟ هسا كي موجوده عندي هون في somewhere، بدي اعرف اذا موجوده عندي في النص الثاني او في النص الاول. هسا اذا كي موجوده في النص الثاني راح يكون ترتيبها هون 5 مثلا، هي موجود في النص الثاني هاي الدائره تمام. فانا كيف بدي اخليها بهذا الدائره؟ بشيل الاعداد اللي براتها، بشيل الاعداد اللي برا هاي السيكونس، يعني عفوا يعني اذا عندي هون 4 اعداد بدي اطرح الاربع اعداد من هون، فمثلا هاي هون الخمسة، فخمسة ناقص 4 راح يعطيني العدد الاول. طيب 6 ناقص 4 هذا العدد الثاني وهذا العدد الاول تمام. فانا بدي اجي اسال حالي سؤال كي، اذا الكي كانت اكبر، اذا كي كانت هون بس اطرح لي منها عدد الاود، اطرح لي اعرف مين العدد اللي ترتيبه هيك في الاعداد الزوجيه، او ترتيبه مثلا اندكس او ترتيبه مثلا اكس، فبضربه باثنين تحت. انا اصلا اوريدي موجود في النص في النص الاول،
الأول، فبدي أجيب مثلا العدد اللي ترتيبه، هاي العدد الأول، هاي العدد الثاني، هاي العدد الثالث، اللي ترتيبه مثلا بالعدد الأكبر منه نطرح منه واحد. تمام؟ مثلا لو نيجي هنا نجرب، احنا أخذنا للسبعة حلها ثلاث. تمام، خلينا نيجي، فنيجي نطلع الأوتبوت، الأوتبوت أعطاني ثلاث. طيب لو طبعت أربعة إيش كمان لازم يعطيني؟ لو هون حطيت أربعة، بس مفروض يعطيني سبعة اللي هو العدد السابع. تمام؟ اللي هو العدد الرابع بالأعداد الفردية بالسيكونس راح يكون السبعة، حسب السؤال هون راح يكون السبعة. طب لو حكيت له هلأ خمسة هون إيش المفروض يعطيني؟ المفروض يعطيني اثنين. تمام؟ فأعطاني هون اثنين. طبعاً أنت عادي ممكن تجرب كل التس، كيف نعرف إنه الحل صح؟ عادي ممكن هون نحط واحد، هون سبعة اثنين، سبعة واحد، سبعة اثنين، سبعة ثلاثة، المفروض يعطيني واحد ثلاثة خمسة سبعة اثنين أربعة ستة. بكل بساطة هذا السؤال خلينا نعمله سبميت. طبعاً هلأ بدي أجيب رونج أنسر، علشان طبعاً هذا الكود راح يجيب أكسبتد، بس عشان موضوع اللونج لونج وهي الشغلات. هون المفروض كل إشي صحيح، كله لونج لونج، ونعمله سبميت. سؤال الدي يس، أعطاني أكسبتد. طيب نفترض جدلا أنك أنت هون أجيت خزنت اللونج لونج في انتجر وجيت عملت له سبميت. طبعا لو تيجي تعمل تجرب التست كيسز اللي هو معطيك إياها، لو نيجي نجرب التست كيسز اللي هو معطيك إياها، هو معطيك أعداد صغيرة فما راح تواجهك أي مشكلة. فتعال اعمل هون سبميت فيعطيني رونج أنسر. ليش؟ لأنه إذا هون أعطيته مثلاً ألف مليار، ألف مليار على اثنين راح يكون مية مليار مثلاً عدد تقريبياً، فإجا هنا راح يعطيني يعني راح يكون خمسة بعشر قوة 11، فخمسة بعشر قوة 11 ما بتوسع في هذا الانتجار، فراح يعطيني هنا أوفر فلو. نقدر طبعاً نجربها هون، فهم هاي؟ فراح يعطيني إيش؟ عدد غلط. كيف ممكن تجربها؟ عادي في تست كيس بسيطة نفس هون، ممكن هون تحط بالعدد الأول، حتى لو اني طلبت الواحد المفروض هون يعطيني غلط. او لا ايش؟ لانه ان زائد واحد اثنين ماشي. لانه ما عملت كومبايليشن سوري. تمام، فشايفين بس كان مشكلة كومبايليشن. لما اجيت انا هون بخزن قاعد، المفروض ايش؟ ايش العدد اذا اعطيتك ان، ايش العدد اللي ترتيبه ان في الهاي اللي هو المفروض يكون ان؟ تمام، اذا كان عدد زوجي اعطيتك انا من واحد لان اعداد زوجيه، فايش اخر عدد المفروض عندك يكون عدد زوجي؟ لو كان عدد فردي برضه راح يكون العدد الزوجي اللي قبل زي السبعه. لما اعطيتك انا سته كان السبعه مش موجود، فايش اخر عدد؟ سته صح؟ طب لو اعطيتك سبعه ايش اخر عدد؟ برضه سته. طب لو حكيت لك هون انه عندك هذا الرقم ايش، واعطيتك انه بدي هذا الرقم نفسه، ايش المفروض يعطيني هون؟ نفس الرقم، بس ما اعطاني نفس الرقم عشان موضوع الاوفر فلو. طبعا حسب طبعا الكومبايلر، بس عشان يعني يكون في بالكم موضوع الانتجر واللونج لونج قديش لازم ننتبه له. فهون اعطاني عدد مش صحيح. طيب خلينا ناخذ بريك يعني 10 دقائق. تمام، يعني نحاول كمان ربع ساعه نرجع نبلش.